اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. بهذا الفيديو نحن عندنا حبة البلق، يعني ما بعرف كيف هذا النوع من النخل بطلع عندنا قدام البيت، نخلات طوال بطلعوا هيك حب مثل حبات العنب بس صغيرة، جواها نوع من البذرة بتكون بهالشكل. تمام، فيها بذر من جواها. اوكي، يعني لقيت فيها اشكال، تحس هيك اشكال يعني وجوه شيطانية، يعني ما بعرف ليش هيك بسميها، هي شكلها هيك غريب بخوف. اوكي، فخلنا نشوف شو اسمه، كيف تجي الحبة من برا تحت المجهر. قدامنا صورة المجهر بعدها مش محدقة، ف طبعا هذا هو المجهر تبعنا اللي عم نستعمله، يا اللي حاب يشوفه عن قرب. اوكي، فراح نحدق، ان تفرجينا نشوف شو بيطلع معانا. اوكي، اول شي لازم اوطيه على 50 مرة، بين هيك شوي، لانه كيف بدي اقول، عشان نعرف شو بدنا نصور. يعني بدور مطرح العرق اللي بدي امسكه، امسك منه يعني مطرح ما بكون موصولة على الشجرة بالعنقود، هنا بيجي زي عنقود العنب تقريبا، هدول بيطلع هيك معنقدين. هاي على 50 مرة راح. نكبر بعد، نطلع نحو 1600، نحو 1600. تمام، وهذا بقى الجسم تبعه، هيك لو عليه هاي الأشياء هيك، يعني هالتضاريس تحسها زي تضاريس القمر. اوكي، خلينا نوطي لسه شوي صوته، لأنه الجوانب بدهم نار أخف لبينه. اوكي، علينا شوي، زعلت كثير مع شوي شيء. اوكي، طيب هلا هذه الحبة، ما راح اطول اكثر، انا بحاول اقلل الفيديو لانه في كثير اشياء ممكن تشوفها. طيب خلينا نشوف الحبة نفسها هون، لانه في الانسلاخ تبع الشفة اللي موجودة هون، في عندنا الحبة اللي شفت مرجان ناكل اياها، يعني هي مسلوخة، وهون في السلخة تاعتها. ف نوطي الاول يعرف شو عم نطلع. وفي اشكال هيك الغريبة الشيطانية اللي حكيت لكم عنها موجودة بالشفة المفتوحة، اكيد مش هذا، فبنلاحظ اياهم. تمام، هو ليه مطرح الطرف، مش كيف بدي ابرم لكم اياها. هي تمام، هول بحسسوك في وجه غريب هيك شيطاني. ف رح اعلي الإنارة. هي هي
انه هذا مطرح البياض هذا اللي شايفينه عم زي قرون او شيء. الصورة اوكي تقريبا قد ما بقدر انه اي هزه اي هذا مش عم تساعدني، بس بتحس في شكل غريب جوا هيك بتحسه شيطاني. اوكي ايش عم ركز على الشغل، تلاقي في قرون ووجه وهيك زي ما بصوروا شيطاني يعني عرفت كيف. ف يعني هاي هنا. طيب خلنا نفتح الثانية ما عليه. اوكي لسه ما رأي 8 دقايق، يلا بعد في بنعملنا كم دقيقة او خلاص. في حبة بزر بقلب الجلدة. شو لنا هيك شريحة رفيعة، شو بيطلع بقلبها.
خدنا شيء على سمكة شعر تقريبا يعني. خلينا نمسك هيك أحسن. الشريحة اللي قصيتها اوكي. اي المهم هاي الاشياء ممكن تشوفوها ببذرة النخل. اوكي اظن هاي النخلة ذكر فانا ما بعرف هاي الاشياء، بس انه عم نفرجيكم شو ممكن تلاقي بشغلات هيك اشياء غريبة ممكن تلاقيها في هيك شغلات. طيب وهذا كل شيء، نشكر المتابعة شباب والسلام. اوكي رجاء اشتراك بالقناة. إذا وصلت لحد هون رجاء تكبسل مع اللايك، يعني فعلا أنا بستاهل أنك تعطيني اللايك. أوكي الإعجاب. سلام باي.